السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نكمل وياكم القطع الثاني لل permanent maxillary rise central incisor. القطع الثاني اللي هو راح يكون من جهة الميزيال والدستال، مثل ما سوينا رسم توضيحي لللابيال اسبكت، عندنا رسم توضيحي للميزيال اسبكت. عندنا التو لاينز اللي نحتاجهم اللي هي السيرفايكال لاين والميد لاين. السيرفايكال لاين احنا عندنا جاهز من القطع الاول، نحتاج بس مجرد نعيد عليه الميد لاين. القياسات اللي احتاجها هو عرض الكراون ات سيرفكس راح يكون 6 مليمتر، فراح يكون ليبيالي 3 مليمتر، باليتالي 3 مليمتر. اعرض منطقة بالكراون اللي هي الكريست اوف كافيتشر ليبيالي، وهي منطقة السنجلم بلياتالي راح تكون بالسيرفايكال ثيرد. هنا راح تكون أعرض منطقة. عندي السيرفايكال لاين محدد، بس مجرد أسوي الميد لاين. إذا تريدون بالمسطرة أو تريدون يعني مثل نقول يعني عينك ميزانك، شي راجع لكم الطلاب. خمسة ستة سبعة عرض البلوكة ماتي أو الستة ونص. حددت الميد لاين، هسه انقل الثيردز اللي انا حددتهم على الليبيال اسبكت، انقلهم للميزيال اسبكت. اجي اعين النقاط او الميجرمنت مالتي، هذا هو الميد لاين. سيرفايكالي عرض الكراون 6، يعني ليبيالي 3، بليتالي 3، 1 2 3، 1 2 3. الكريست اوف كيرفيتشر اعرض منطقه ليبيالي، قلنا وين راح تكون؟ راح تكون بالسيرفايكال ثيرد. ايش قد راح يكون قياسها؟ راح يكون هو عرض الكراون ليبيو بليتالي، راح يكون عرضه 7 مليمتر، يعني فوقها الثلاثة خلي شوي لهنا ونص، 3 ونص مكان السنجلوم، 3 ونص هنا. الليبيال اوتلاين راح يكون سلايتلي كونفكس، والهايت اوف كونتور قلنا بالسيرفايكال ثيرد هاي سلايتلي كونفكس. الانسايزال ايدج راح تكون ويا الميد لاين. هذه هاي اعلى منطقة بالسن، قلنا الكريست اوف كيرفيتشر او ماكسيمم كونفكسيتي يجي ويا الميد لاين. عندنا الباليتال اسبكت شويه راح تكون تريكي، لانه راح يكون شكلها يعني كونفكس
بالسيرفايكال ثيرد، وكونكيف هنا بهاي الجهة بالميزيال مارجينال ريدج، وراح تكون كونفكس اجين بالانسايزال ايدج. احنا يا اما نسويها مثل ما سوينا الليبيال سيرفيس وبعدين نحفرها، وهاي انا اشوفها يعني اسهل للطلاب، او تقدرون يعني اللي يدبرها يسوي هذا الشكل من البداية كونفكس كونكيف ويرجع مرة ثانية كونفكس. اما اني اشوف انه تسووها شكلها شكل الفليم، الشعلة مال النار، من هنا كونفكس ويرجع مرة ثانية ينزل ويا من ينزل ويا الميد لاين، وبعدين راح نحفر منطقة الفوسة اللي هي راح تصير هنا. هذا الشكل راح يصير عندكم، مجرد راح نشيل الزيادات مثل ما سوينا بالقطع الأول. الميد لاين هذا أمده هنا حتى يكون عندي ريفرنس لاين ما أتجاوزه بالقطع. هذا هو الميد لاين. مثل ما سويت الحافة، هاي اللج اللي اتوقف عندها بالقطع اعمق بها الخط. هاي راح تصير عندي هاي الحافة تصير مثل الستوبر. هاي هالشكل مبينة طلاب، هالشكل هاي الحافة بليتلي. نسوي نفس الحركة، نشيل الزايد. طبعا انا عندي اعرض منطقة وين راح تصير، قلنا هنا أنا. هاي اعرض منطقة لازم ما اتجاوزها بالقطع. ني وين اوقف؟ اوقف الميد لاين. بعد بعيدة عن الخط انزل. يعني الطلاب تحافظون على الماكسيمم كونفكسيتي مالتكم، تشوفون حتى اني هنا أنا. هاي الجهة الديستال ما سويت بها ثيردز، بس هنا عندي مبين الماكسيمم كونفكسيتي وين صايرة بالسيرفايكال ثيرد.
هذا الشكل اللي اريد اشوف بيه الزيادات، بشويه زيادات انزل شويه بعد بيها لحد ما اوصل للخط اللي رسمته او حددته. ما ضيعت منطقة الكريست اوف كيرفيتشر اللي هي بالسيرفايكل ثيرد مو بالجنكشن، وانما شوية انزل من السيرفايكل ناين. سوي الجهة الثانية، ما تنسون دائما تسوون سبورت الجهة المعاكسة للقطع. هسه عندي تقريبا الكريست اوف كيرفيتشر او ماكسيموم كونفكسيتي، شنو دا اشوفها؟ دا اشوفها تقريبا صايره بالميدل ثيرد. شلون ارفعها سيرفايكالي؟ خلي الواكس نايف مالتي هالشكل واخذ من جواها، راح ترتفع تدريجيا سيرفايكالي. حياتي هاي ارتفعت، اوصل القطع لللاين اللي انا رسمته محددته، احافظ على كريست اوف كيرفيتشر ماتي اللي سويتها سيرفايكالي اللي هي راح تكون باليتالي تمثل لي السنجلم. سايز الايدج ماتي عدلها، حاولوا دائما القطع مالتكم الليبيال دائما بالبداية مثل ما سوينا يشبه الباليتال، والميزيال يشبه الدستال. ماكو فد فروقات، سوري اذا مبين. هذا الشكل اللي صار عندي تيكون يشبه الفليم. هسه شنو؟ اجي احدد الانسايزر ايدج، هاي مكان انسايزر ايدج، وين مكان السنجلم؟ هذا مكان السنجلم. اجي انزل شوية بيها، قلنا الميزيال مارجنال ريدج راح تكون كونكيف هنا. راح اشيل هاي المنطقة حتى تصير كونفكس كونكيف كونفكس مرة ثانية. ما تنسون السبورت،
طبعا هاي لازم تصعد، يعني شنو؟ يعني اخذ منه على الشكل اللي اريده. احنا دائما نحاول نسوي الاسبكتس من الشابهات ميزيل يشبه الديستال. الاشياء اللي موجودة بالميزيل لازم اشوفها نفسها موجودة بالديستال. هنا طلاب كملنا وياكم القطع الثاني.